ويكتفي مزيدا، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. فهذه مشيئة الله عز وجل هي الحلقة العاشرة في سلسلة حديثنا عن الدار الآخرة أو عن الموت وما بعده. فهذا يوم مبارك أيضا، وهو يوم عاشوراء الذي من صامه إيمانا لله واحتسابا به عز وجل فقد غفر له ذنوب سنة مضت. اللهم اجعلنا من الذين تقبلت منهم يا رب العالمين. اللهم تقبلنا في هذا اليوم الكريم، اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا، واغفر يا مولانا بفضلك زللنا وآثامنا، وأعتق من النيران رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأصحاب الحقوق علينا. فرج اللهم الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، يسر أمورنا وأمور المسلمين، لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا شيطانا إلا طردته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا غانما سالما لأهله إلا وقد رددته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، قل لنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، اجعل ثارنا على من ظلمنا، لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، انزع اللهم الحقد والحسد والطغينة من قلوب المسلمين، لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، اللهم اجعلنا من المتحابين فيه، ومن المتزاورين فيه، ومن المتجالسين فيه، اللهم حببنا بحبك فيمن أحببت، وبغضنا ببغضك فيمن أبغضت، اللهم حببنا إلى الحلال وبارك لنا فيه وحببه إلينا وإن كان قليلا، وباعد بيننا وبين الحرام يا رب بعد المشرقين وبغضنا إليه حتى وإن كان كثيرا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نعوذ بك من عين لا تدمع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تقنع، ومن بطن لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. نسألك من خير ما علمنا وما لم نعلم، ونعوذ بك من شر ما نعلم وما لا نعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. انصر الإسلام والمسلمين، انصر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، اجعل اللهم خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاه. اللهم من أراد بالمسلمين كيدا فاجعل اللهم كيده في نحره. تعلم يا مولانا أننا مقهورون فانصرنا، أذلون فأعزنا، تائهون فأرشدنا، مشتتون فاجمعنا، أصحاب شهوات فتب علينا. اللهم تب علينا من الذنوب كبيرها وصغيرها، وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك معافين، غير فاتنين ولا مفتونين، وغير خزايا ولا ندامى ولا مبدرين. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، يا أرحم الراحمين. أكرمنا بكرمك يا أكرم الأكرمين، اللهم أكرمنا يا أكرم الأكرمين. اللهم توفنا على الإيمان، واحشرنا في زمرة المؤمنين، واجعلنا للمتقين إماما. ثبت أقدامنا على الصراط يوم تذل الأقدام، أظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله، اسقنا من حوض الكوثر شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم فرح بنا قلب نبينا، اللهم فرح بنا قلب نبينا.
نبينا، اللهم فرح بنا قلب نبينا، اللهم شفعه فينا، اللهم شفعه فينا، اللهم شفعه فينا، اللهم متعنا بالنظر الى وجهك الكريم، اللهم متعنا بالنظر الى وجهك الكريم، اللهم متعنا بالنظر الى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، توقفنا في الحلقات السابقة عند الحديث عن البعث من القبور، ثم توجه العباد إلى أرض المحشر، حيث هي أرض كما وصفها لنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وبيناها لكم، أرض بيضاء نقية، لم ترتكب عليها معصية قط، ولم يسفك عليها دم قط، ولم يظلم إنسان عليها قط، ولم تقع عليها أي بلية قط، إنما هي أرض جديدة خلقها الله سبحانه وتعالى ليحاسب العباد عليها. أرض المحشر كما قلنا لا ندري أين مكانها، ولكن سوف يدلنا أهل الخير وأهل العلم، العلماء الصالحون العاملون بعلمهم، سوف يقومون بعمل الأدلاء أو المرشدين إلى أرض المحشر، حيث نخرج جميعا من الأجداث سراعا كأننا إلى نصل النوفض أو كأننا جراد منتشر. وهنا إذا صيح بنا الصيحة الثانية كما وضحنا في الحلقة السابقة، وكانت من أصعب الحلقات على قلوبنا جميعا، ونسأل الله سبحانه أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون العلم أو القول فيتبعون أحسنه. رأينا أنه عند الصيحة الثانية ينادي المنادي من قبل العلي الأعلى: أيتها العظام النخرة، أيتها اللحوم المتنافرة، أيتها الأعضاء المتفرقة، قومي لفصل القضاء أمام الله رب العالمين. طبعا سوف نسرع ما بين راكب، اجعلنا منهم يا رب، وما بين ماشي، وما بين سائر على وجهه والعياذ بالله رب العالمين، يسحب على وجهه، حتى ان الصحابة اللي هم ما بيجدلوش ابدا ولا بيتفلسفوا تعجبوا وقالوا: يا رسول الله كيف يمشون على وجوههم؟ ازاي الواحد يمشي على وجهه؟ فقال: الذي أمشاهم على أرجلهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم. ليه؟ لأن هذا الإنسان اللي هيمشي على وجهه والعياذ بالله يوم القيامة إنسان كان دائما لا ينظر إلى الإسلام ولا إلى المسلمين، ملوش دعوة، باصص تحت رجليه، باصص تحت أقدامه، باصص لمصلحته بس، شايف مهمته خلاص. أنا ومن بعد الطوفان كما نرى أغلب الناس في هذا الزمن، كل واحد ملوش دعوة بحد، لا بيبص على مسلم برحمة، ولا على أرملة غلبانة برحمة، ولا على يتامى بشفقة، ولا على موظف غلبان يقف جنبه، ولا على مظلوم، وإنما الكل ينافق، والكل سبحان الله يظهر ما لا يبطن، مع أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يعلم أبا ذر، وبالتالي يعلمنا أن الإنسان المسلم الصادق في إسلامه يجب أن يقول الحق لا يخاف بالله لومة لائم. ليه؟ لأن قول الحق لا يقرب أجلا، قول الحق ما يقربش لك الأجل، ما يخليش ملك الموت يزورك بدري، لا أبدا. أنت إذا رأيت ما يجب أن تقوله بحق وبصدق يجب أن تقول، ولا تخاف أبدا أن قولة الحق تلك قد تزج بك في سجن، أو قد تصيبك في رزقك، أو تصيبك في ولدك، أو تعجل عليك المنية. كلا، إنما قولك الحق، إن مت فبقضاء الله عز وجل، وأنت مع حمزة رضي الله عنه في الجنة، خير الشهداء حمزة، ورجل دخل على حاكم ظالم فوعظه فإن قتله فبأجله،
وان لم يقتله فهو مع حمزة يوم القيامة ان شاء الله رب العالمين. اذا المسلم الذي يتعجب من هؤلاء الذين سوف يحشرون على وجوههم والعياذ بالله رب العالمين، ده منظر بشع، ان يسحب الانسان على وجهه، ان يجرجر على وجهه، ان يمشي على وجهه. افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى اما يمشي سويا على صراط المستقيم؟ اني فيهم اهدى؟ اي فيهم افضل؟ اللي ماشي في الحياة مستقيم على الصراط القويم هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى يكرمه ويركب يوم القيامة او يمشي. الثاني والعياذ بالله مكب على وجهه، لا يرى الحق حقا وانما يرى الحق باطلا ويرى الباطل حقا. يعني اذا رأى كثير من الناس في زمننا اذا رأوا العائلة ترى واحدة هداها الله الى الحجاب صارت العائلة ضدها، كل العيلة ده غلط، ده تطرف، ده تشدد. الله، طب واللي نايم على الشط بالمايوه مش تطرف؟ مش تشدد في الانفلات؟ مش تشدد في الانحراف؟ مش تشدد في التمسك بابليس واعوانه؟ ليه التشدد يذكر عند المؤمنين والمؤمنات ولا يذكر عند الفاسقين والفاسقات والفاجرين والفاجرات؟ ليه لما نلاقي شاب صالح يرتدي المسجد ويواظب على دروس العلم نصفه باوصاف سيئه، والولد اللي بيتربى في النوادي ويتربى هناك في الصالات اللي انت فاهم اللي بيحصل فيها يقال ان ولد يعني بتاع فرفشه، ولد بتاع حظ، وولد عايش الدنيا طولها بعرضها. سبحان الله، تنبأ الحبيب بهذا وقال صلى الله عليه وسلم: كيف بكم اذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ كيف بكم اذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ المعروف صار في زمننا منكر والمنكر صار في زمننا معروف. ليه؟ لان الناس قد ساروا على رؤوسهم لا على ارجلهم فرأوا الحقائق مقلوبة. يعني الناس مش عايشة كما يريها الكتاب والسنة، لا، دي الناس عايشة دلوقتي سبحان الله ماشي على رأسها، فشايفة حقائق الامور مقلوبة فترى الحق باطلا وترى الباطل حقا وترى الاستقامة انحرافا وترى الانحراف استقامة. يعني اذا وعظت مدير مكتب تقول يعني ايه الاعلان اللي انت عامله؟ عايزين سكرتيرة حسنة المظهر. انت تفهم من حسنة المظهر دي ايه؟ ها؟ هو عايز واجهة ها؟ يجلب بها الزبائن. خلاص؟ والكارثة ان البنات يلحقوا ويتباروا بان مين اللي تفوز بمنصب السكرتيرة او مديرة المكتب. ولازم تكون حسنة المظهر. لما تقول له يا اخي ما ينفعش سكرتير راجل حتى على الاقل لو مجلس الاداره اتاخر بالليل في اجتماع لغايه الساعه 12 واحده بدل البنت ما تتاخر او الست تتاخر عن عيالها، بالله عليك يبقى ده برضه ده كلام. يعني طب ما راجل احسن. لكن لا، الراجل ما ينفعش. ليه؟ الراجل يتحمل، وحتى لو دخلت فيه شمال يتحملك، ولكن لو جبت ست يعني دمعتها قريبه وفي نفس الوقت بتخلو انت ومعها الشيطان وانت في مكتب بيقولك عليكم باب، يجي منين الكلام ده؟ مين اللي بيقول الكلام ده؟ بس بقول لك ايه بقى؟ هو انت منهم؟ هو عايز يقفل لانه لا يحب هذا الكلام ولا يحب هذا الحديث، فهو يرى الحق باطلا، يرى الحقيقه يراها عرجاء، ويرى الامر الاعرج والامر الكفيح المشوه يراه مكتملا، فهو يرى ان هذا هو ايه؟ هو الصواب، وهذا هو الصدق، وهذا هو الصح، اما ما تراه انت فهو خطأ. هذا هو من الذين يحشرون على وجوههم يوم القيامة. ليه؟ لانه مش شايف الا انه يقلب الحقائق. يقلب الحقائق. هذا الموظف اللي تحت ايده ناس، وزير، غفير، مدير، اي حد، الناس دول بينفقوه ويضرون الناس من اجل الا يصل اليه الا كل مدح وكل صفه طيبه. هذا من الذين يحشرون على وجوههم يوم القيامه.
لان الفضيل بن عياض رضي الله عنه وعظ هارون الرشيد وقال يا امير المؤمنين ان ملكا من ملوك الصين وكان رجلا عادلا طيب كافر بس ايه عادل اصيل بالصنم فكان يسمع شكوى الشاكين فاذن بمؤذن في البلاد بعد منادي ينادي في البلد من كان ذو ظلامه اللي له مظلمه اللي زعلان اللي حد ظلمه من الولاه ومن المحافظين ومن الوزراء بتوعنا يلبس يوم كذا ثوبا احمر في يوم هو يخرج اللي يلاقيه لابس ثوب احمر في الشارع يجيبه ايه الشكوى بتاعتك فيفصل بينه فكان الفضيل يقول يا امير المؤمنين هذا رجل مشرك ولكنه يعدل بين الناس سبحان الله وأمة العبد الكافرة تستمر وأمة الظلم المسلمة تضمحل هذه قاعدة أمة العبد الكافرة تستمر وأمة الظلم المسلمة تضمحل وتندثر ولزوال الأرض زوال الأرض والسماوات بما فيهن أهون عند الله من دم مسلم بريء الارض والسماء واللي فيهم يزولوا ولا مسلم بريء تراق قطره من دمه على الارض تحت اي بند هؤلاء من الذين سوف يكبون على وجوههم في النار يوم القيامه وقبل ان يكب على وجهه في النار يمشي مكبا على وجهه من القبر الى ارض المحشر والعياذ بالله نستعيذ بالله واياكم من هؤلاء ومن هذه الاعمال وحشر الله في زمره الصالحين المؤمنين المتقين قلنا ان الناس يحشرون على انواع واصناف وهيئات ثلاثه صنف راكب صنف ماشي صنف يمشي مكبا على وجهه طيب هناك اناس في هذا الوقت شوف انت حراره الجو في شهر اواخر يوليو احنا والحر ايه شديد والرطوبه نسبتها عاليه ومدى الاحتمال بتاعنا صعب فما بال تخيل وانا ما تعمدتش ان احنا نبدا ونعيد حلقات الدار الأخيرة في الصيف لا أبدا وإنما جت قدرا عشان أولادنا الطلبة والتلاميذ والمدرسات والمدرسين كانوا يرغبون رجاء أن احنا نأخر الحديث إلى أن يأتي إلى إجازة الصيفية عشان يستمتعوا بأكبر قدر من حضورهم لهذه الدروس اللهم انفعنا وإياكم بهذه الدروس واجعلها لنا يا ربنا جميعا في ميزان حسناتنا يوم القيامة واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه شوف الحرارة قد ايه تخيل انت في ارض المحشر وقد تركت الشمس مدارها واقتربت من الرؤوس بالشكل ايه الشمس اللي احنا مستحملين حرارتها الساعة 2 والساعة 3 الظهر وشوف المغرب ولى ولسه الحر قاعد وحرارة الشمس كأنها مختزنة داخل المباني سبحان الله تخيل انت وقرص الشمس قد اقترب من رأسك ربنا يسلمك نسأل الله السلامة المسألة صعبة حتى قلنا في الدرس الماضي أن الناس بعضهم أو كثير منهم يتمنوا أن لو دخلوا إلى النار ولا تكون الوقفة يعني يتمنى أن يدخل جهنم والإيه والوقفة ما تطولش بهذا المنطق فدي مسألة صعبة يا أخوانا لازم نحسب حسابها ولازم نراعي هذه المسألة نراعيها كويس ثم رأينا كيف لما طالت الوقفة تردد الناس عند الأنبياء نبيا نبيا وكل نبي يقول لست لها إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله من قبل ولن يغضب مثله بعد اذهبوا إلى فلان اذهبوا إلى فلان إلى أن تصل إلى سيدنا عيسى عليه السلام فيقول أنا لست لها أين أنتم ممن قال أنا لها أنا لها ورأينا كيف يشفع ويستشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم بما له رصيد عند ربه ودي يمكن الحتة الحنينة الوحيدة في الدرس الماضي يعني كل اخواننا كانوا زعلانين وماشيين ليه زعلانين يعني ماشيين مقهرين ومتضايقين ربما دي خففت ايه الوطأة بتاعة الكآبة بتاعة الدرس الماضي في مسألة شفاعة الحبيب المصطفى
صلى الله عليه وسلم بأن يبدأ الكتاب. ان احنا ان شاء الله في حديث الشفاعة احنا لنا حلقة او اثنين منفصلتين تماما ان شاء الله نتكلم فيهم عن الشفاعة، مين اللي هيشفع ومين اللي هيشفع فيه ومين اللي يؤذن له بالشفاعة ومين اللي ما يؤذنش. يعني هل يا ترى احنا لنا شفاعة؟ المسلم العادي له شفاعة، المسلمة لها شفاعة، الانبياء لهم شفاعة، طب سيدنا الحبيب هيشفع في ايه بالظبط؟ وهكذا. الحديث عن الشفاعة ده حديث ايه؟ يقول وله حلقة مفردة ودرس خاص بإذن الله من ضمن الحلقات والدروس بإذن الله رب العالمين، إن كنا من أهل الدنيا أو شاء الله عز وجل أن نكمل هذه الحلقات. عندما يشفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه ويقبل الله شفاعته في أن يبدأ الحساب، يبدأ الحساب. قبل أن ندخل في الحلقة الخاصة بالحساب، دي برضو من أصعب الحلقات وأنا متهيبها جدا قبل الدخول فيها، لازم نعمل مقدمة للدخول على يوم الحساب بمقدمة طويلة شوية قد تستغرق الحلقة كلها أو أغلبها، وهي أسماء يوم القيامة. برضو عشان إيه؟ لما بنقرأ في القرآن أو نقرأ في السنة المطهرة نجد مسميات كثيرة تربو على 60 اسم ليوم القيامة، ومعنى كل اسم من هذه الأسماء، كل اسم من أسماء يوم القيامة له معنى، وهذه الأسماء يجب أن نعلمها. ليه؟ لأن إحنا طالما أن إحنا نتحدث في حلقات وفي دروس الدار الآخرة لازم نعرف اسم اليوم اللي إحنا هنجمع فيه جميعا من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لغاية ما ربنا سبحانه وتعالى الله عز وجل يرث الأرض ومن عليها، لازم نعرف اسم اليوم اللي كلنا سوف نجتمع فيه، إحنا وأهلنا وقرايبنا وأصحاب الحقوق، كلنا عندهم حقوق، والرؤساء والزعماء والملوك والأمراء والغفراء والمدراء والكبير والصغير وكسرى وقيصر، بنشوف من ساعة أبونا آدم الأنبياء جميعا أقوامهم، سيدنا الحبيب المصطفى، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، الكفار والمشركين والمنافقين، كل ده مجموع في مكان واحد. المسألة ليست بالسهولة بمكان أو من السهولة بمكان، فحلقات الدار الآخرة هي حلقات تخص العقيدة أولا وآخرا. فأنا عايز أقول إن كناش هنطلع من حلقات كل درس بعد كل درس من حلقات الدار الآخرة، كناش الإيمان بتاعنا تزيد جرعته والنور ينفتح ويدخل إلى قلب العبد رويدا رويدا، يبقى إذن هذه دروس لم نستفد منها، فاللهم اجعلها في ميزان حسناتنا واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه يا رب العالمين. أول اسم من أسماء يوم القيامة سمي باسم السورة التي كانت من ضمن خمس سور عجلت بالشيب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني خمس سور دول لما نزلوا على سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم عجل الشيب عليه، وقلنا إن العربية كان لا يشيب إلا بعد 60 و70، فلما الصحابة بقوا الرسول 42 سنة وبدأ الشيب يدب في رأسه ولحيته صلى الله عليه وسلم، قالوا عجبا لما عجل عليك الشيب يا رسول الله، قال شيبتني هود وأخواتها. ايه أخوات هود؟ أول واحدة منهم الانشقاق، إذا السماء انشقت، فانشق يعني ايه؟ قال انت في الدنيا ربنا بيقول ايه؟ بيقول بص كده إلى السماء، فارجع البصر بص كده مرة واثنين، هل ترى من فطور؟ هل ترى شق في السماء؟ والله هو رفع سمكها فسواها. اتوحدوه، يعني السماء ليس فيها ايه؟ شق ولا فتحة، وانما ابواب السماء نحن لا نعرفها، ابواب السماء احنا ما نعرفهاش، بس سيدنا الحبيب دخل من ابوابها الى ليله المعراج. الرسول صلى الله عليه وسلم دخل من ابواب السماء، كل سماء لها ايه؟ باب،
ولذلك ان سبحان الله لما ربنا يقول ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر. اذا السماء ليها ايه؟ ابواب، مش باب واحد. سبحان الله. طيب الابواب دي احنا ما نشوفهاش، بس لما تبص على السماء اي بناء، اي بناء، اي بناء في العالم ذو اعمده ها يقوم عليها البناء؟ ولا في كده مبنى من غير اعمده؟ لا سبحان الله. لكن هو رفع السماوات بغير عمد ترونها، جل الخالق ها. يعني السماء كده ملهاش اعمده تقوم عليها. تبص سبحان الله. وسكان السماوات كلهم من الملائكة. وربنا لما خلق السماوات والأرض أوحى إليهما ائتيا طوعا أو كرها، يتيجوا طائعتين يتيجوا كارهتين، قالتا أتينا إيه؟ طائعين. طائعين لا رب، نيجي ليه كارهين؟ نيجي طائعين. فدخل في طاعة الله عز وجل، فأوحى الله عز وجل في كل سماء أمرها. يعني إيه؟ مدبر ملك السماوات والأرض. لأن بيقول إيه؟ لخلق السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. يعني خلق السماء والأرض، التفاكر في معاريض الدعوة فيما روي عن الإمام الترمذي عن ملك من الملائكة لما طلب طلبا غريبا من رب العباد سبحانه، طلب ايه؟ قال يا رب، ده ملك، اريد عمرا 100,000 سنة، خايف احسن يموت، و100,000 جناح، وقوة 100,000 ملك. ليه ده كله؟ ليه العمر ده كله والقوة دي كلها والاجنحة دي كلها؟ قال لكي اطوف مسبحا بحمدك حول العرش. إذا شوف الملك مطبوع على الطاعة ويطلب الاستجابة، هو مطبوع على إيه؟ على الطاعة، لكن طالب إيه؟ زيادة. أها، لك ما أردت، وجيبك الإيه؟ الدعوة. 100,000 سنة خلصت، بعد ما خلص وقت فوجد أنه لم ينهي ولا لون واحد من ألوان العرش. يعني العرش له إيه؟ في ألوان لا يعلم جمالها إلا المالك سبحانه. فوقف الملك يبكي، جت وقفته قدام جنة عدن، اللهم اجعلنا من سكانها ومن أهلها يا رب. طلعت حورية من حور العين تتعجب، أفي هذا المكان يبكي أحد؟ في حد يبكي عند الجنة؟ فيه؟ لا فقط. سبحان الله. إن جاز له البكاء فقد يبكي فرحا. في الشعر قال: هجم السرور علي حتى أنه من فرط ما قد سرني أبكاني. ها؟ سيدنا أبو بكر الله يرضى عليه لما بلغ بأن الرسول هيصحبه في الهجرة، السيدة عائشة بتقول: انا ما كنتش افكر ان في حد ها يبكي فرحا الا لما رايت ابا بكر يبكي فرحا عندما بشر بصحبته للرسول في الهجره، رغم ما انه كان عارف هو ايه اللي هيحصل له. يعني بنسافر مع الراجل ده هانك ام ناجي؟ ماديا بمقياس العقل منتهي، صح ولا لا؟ لكنها نعمه النجاه. فلما وقف الملك يبكي وتعجبت الحوراء العيناء، عيط ليه يا عبد الله؟ قال: انا طلبت من ربنا كذا وكذا وكذا فاعطاني، وانا لم انهي ولا لون واحد من الوان العرش، طب اعمل ايه؟ قالت له: يا هذا بصنيعك الذي صنعت ما بلغت جزءا من 100,000 جزء من ملك ابي بكر الصديقه في الجنه. لما ابو بكر يسمع الكلام ده من الحبيب المصطفى يعمل ايه لله عليك؟ وكان اخوف الناس
وكان إذا وقف يصلي لا يسمع الناس القراءة من بكائه أبدا، كان أول ما يرى يعيط. كان يجي الرسول يطلع المنبر ويحيى هو أعده على حفظ المنبر على أول درجة، وكان لا ينزل عينيه من وجه رسول الله، وكان الصحابي الوحيد اللي عنده مقدرة أن يطيل النظر في وجه رسول الله. إن حد من الصحابة كان يقدر يطيل النظر لوجه الحبيب إلا أبو بكر. وكان دايما الرسول يقول ما من أحد له يد عندنا إلا وكفأناه عليها إلا أبا بكر، فإن له يد عندنا لا يكافئه عليها إلا الله رب العالمين. يبقى ترجع البصر، هل ترى من فصول؟ هل ترى من انشقاق؟ ترى من انبعاج؟ ترى من نتوء؟ ترى من فتحة؟ لا. ثم ارجع البصر كرتين، بص مرتين كمان مرة واثنين، ينقلب اليك البصر خاطئا وهو ايه؟ وهو حسير. خلاص ما تلاقيش. ايه يوم القيامة؟ تصير السماء وردة كالدهان. او خلينا في الاول، اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت. يعني حقت؟ الحق لها او حق لها ان تسمع الاذن من الله بان تنشق، لان ربنا يقول لها ايه؟ انشق يا سماء ستتشقق وتقع، تقع السماوات. ليه؟ لان ربنا هيجيب سماء تانية. فين؟ قال لا، ما هو السماء التانية دي بالذات، السماء دي سماء اهل الجنة عرش الرحمن سبحانه. اللهم اجعلنا من اهلها يا رب. يعني السقف لاهل الجنة عرش الرحمن. شو بقى جمال العرش هيبقى ازاي وزي ازاي؟ اهو ده ايه السقف. والعياذ بالله رب العالمين، السقف بتاع اهل النار النار. هنيجي للكلام ده، لا هو لا يموت فيها ولا يحيى والعياذ بالله. يبقى السماء تنشق واذنت بربها وحقها. واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقها. نفس القضية. يعني ايه؟ يعني الارض سمعت ايضا، يا ارض اخرجي ما فيك. والرسول يقول ايه؟ اتدرون ما اذنها؟ يعني ايه الاذن بتاعها؟ قالوا لا، الله ورسوله اعلم يا رسول الله. قال تقول لي الارض يوم القيامة يا محمد. حتى الارض هتكلمك يا حبيب الله. يا سلام يا سلام، عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. لقد اذن الله لي ان امد وان اخرج ما في بطني وان اشهد بكل شيء عمله ابن ادم على ظهري. ادي الاذن بتاعه. فاحذروا من الارض فانها امكم، لان منها خلقناكم، اتولدنا احنا منها، كانها ايه؟ ام لنا. وتحضننا بعد كده حضن تاني. بس يا ترى في فرق بين حضن وحضن. القبر بيحضن، بس في حضن تضم الام ابنها في لحظة الحنان والشفقة والرضاعة. اللهم اجعلنا منهم. في الارض القبر هيحضن المؤمن زي ما الام بتضم ابنها لصدرها ساعة ما بترضعه، بحنان ولا بعنف؟ ومنهم والعياذ بالله رب العالمين من يضيق القبر عليه حتى تختلف اضلاعه. صعب قوي، صعب قوي. يعني اللي بيظلموا الناس، واللي بيفتروا على الناس، واللي بيقتلوا الناس، واللي بيحبسوا الناس، واللي بيؤذوا الناس، واللي بيفصلوا الناس من اعمالهم، واللي بيطردوا الناس في معايشهم، واللي بيتجسسوا على الناس، اين يذهبون من رب العالمين؟ انا مش عارف. مش حد يا اخوانا يصحيهم، يسوقهم، يقول يا عبد الله فوق، يا ابني اصحى، الكرسي سوف يزول والموقف سوف يزول، كل شيء هالك الا وجهه، لا باقي الا وجه الله، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. سبحان الله. واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت، اي حق لها ان تسمع الاذن من الله عز وجل بان تخرج ما فيها. فيوم القيامه اول اسم له بعد اسم يوم القيامه والاسم العام
يعني ليه سمي قيامة؟ لأن الناس يقومون فيه لرب العالمين. طب ليه سميت بالساعة؟ لأن كل الناس يسعون إليها وهي تسعى إليهم. يعني احتمال أنت بتحب تسعى إليها، هي تسعى ليك ولا لا؟ هي تسعى إليك، فسميت بالساعة ليه؟ من سعيها إليك ومن سعيك إليها، كلانا ساع إلى الآخر. يا إما سبحان الله ألقى حتف بيدي، يعني داخل أنا على الحتف وعلى الموت، وإما الموت جايلي فالساعة لا ريب فيها، وأن الساعة لا ريب فيها، وأن الله بعث من في القبور. أنا عايزك تسمع تقرا القرآن وأنت تتدبر. أول كلام قاله ربنا سبحانه وتعالى في كلامه لكريمه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأنا اخترتك، وأنا اخترتك، يبقى عارف أنه إيه؟ رسول، صار رسولا، وأنا اخترتك، فاستمع لما يوحى. سمع بالأمر بقى؟ نعم يا رب. مين اللي بيسمع؟ الكريم عليه السلام سيدنا موسى. إنني أنا الله. يا سلام، الوحدانية الأول، الوحدانية الأول. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إلى التوحيد. بعدين الإيه؟ الصلاة، تنوب عن كل الإيه؟ عن كل العبادات. ها؟ وأقم الصلاة لذكري. إن الساعة آتية أكاد أخفيها، قال أهل التفسير أكاد أخفيها فلا أقول إنها آتية لفرط إرادتي شدة إخفائها. يعني ربنا على وشك أن يقول، مش هيقول أنها جاية عشان إيه، من فرط شدة إخفائها. يسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا مين؟ إلا هو، أتوحدوه، إلا هو لا يجليها لوقتها إلا ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. هنشوف كلام ربنا بقى، لا تأتيكم إلا إيه؟ إلا بغتة، إلا بغتة، هتيجي فجأة خلاص. الأمر ساعتها الأمر كله بيد من بيده الأمر كله، خلاص مفيش إيه؟ يقول الشيء كنت خلاص، الأمر قدوة الأمر. إذا السماء انشقت فهو يوم الايه؟ الانشقاق، يوم التكوير، يوم الايه؟ التكوير. التكوير يعني ايه؟ في سورة في القرآن بقى اسمها سورة الايه؟ تكوير، وده بالاضافة لسورة الانشقاق، بالاضافة الى سورة هود. ها؟ واحنا جايين في السكة دلوقتي، هذه هي السورة التي شيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت لما بتكتب في ورقة وتكتشف انك بتكتب غلط بتعمل ايه؟ لما تكورها كده، ها؟ رميها. هو ربنا شوف القرآن يقول ايه بقى عشان لسان في اللغة العربية. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. في قراءة، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. شوفوا بعد كده ربنا بيبشرنا بيقول إيه؟ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض، أي أرض؟ الجنة. وفكر الفدانين الأرض بتوع بلاد فلان أن الأرض للإيه؟ الجنة يرثوها عبادي الإيه؟ الصالحون. يا سلام يا سلام. قالوا ايه؟ الحمد لله الذي اورثنا الارض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. ربنا سمى الجنة ايه؟ ارض. وانت ايه؟ سبحان الله. ودول ايه؟ تمام ربنا الايه؟ الوارثين. اولئك هم الايه؟ الوارثون الذين يرثون الايه؟ الفردوس. اللهم اجعلنا من ورث الجنة النعيم يا رب. ها؟ سيدنا ابراهيم دعا واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم إلا إيه لغتها الإيه واجعلني من ورثة جنة النعيم. لا قبلها استغفر الله قبل الآية دي قال واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي. يبقى سيدنا إبراهيم دعا أن يكون إيه من الورثة الذين إيه يرثون الفردوس، لأن في الجنة
غير الغرف اللي احنا تحدثنا عنها في درس الجمعة، وهنيجي ان شاء الله للحلقات الجنة اللي هي يعني اهتهب عقل الانسان مننا ان يسوق اليها شوقا. سبحان الله تجد كده سبحان الله باب يدخل منه المجاهدون المقاتلون في سبيل الله الشهداء، وباب يدخل الصائمون، وباب يدخل العلماء العاملون بعلمهم، وباب يدخل الحاكم العادل، وباب سبحان الله تدخل الجنة برضو تلاقي ايه مساكن، ها مساكن يرضونها في جنات عدن سبحان الله. تلاقي مثلا ايه الجماعة اللي هم ربنا وصفهم بعباد الرحمن، هي يقطة كبيرة كده مكتوب عليها بحروف من نور هنا يسكن عباد الرحمن. مين دول يا رب؟ انا صفاتهم موجودة برضو بالقرآن. ما هو بقى القضية ان القضية مشروحة، انت لا انك ما تطبقش لمسألة تانية. فانت لما تستغني عن الورقة تروح ايه كرمشة كده ومكورة ومكورة وتروح ايه رمي هكذا الارض تكور خلاص انتهت الايه يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات في حذف هنا اللي يعني معناها ايه والسماوات غير الايه السماوات يعني في سماء غير السماء وارض غير الايه غير الارض. فهذا هو يوم التكوير، يوم الايه التكوير ده اسم من اسماء ايه من اسماء يوم القيامة. يوم الانكبار ربنا يقول اذا النجوم ايه انكدرت، انكدرت يعني ايه ضاع الماء لما يبقى صافي العذب لما يبقى صافي ده ماء ايه رائق، ولما الماء الميه تشوبها شوائب زي الماء اللي بتشربها حضرتك في الحنفيه دي خلي بالك ميه ايه فيها كدر، والكدر اصلا جاي من الايه من الكدوره من الحزن. واحد ايه وزاك في الجيش يقول له ايه كبره مش كده ولا ايه؟ يعني ايه كبره؟ يذنبه الله يفتح عليك يطلع عينيه شويه كبره يقول له قيس الملعب بالابره يا اخويا او مش قوي كده خلاص رايح عامل صغير يعني صفه وانتباه عامل بس فرق ودنت عليه وصول وشويش وظابط يا اخواننا الصول ما اعرفش الصول زعل المره اللي فاتت الظابط ها 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 الرائد ها جعلك الله رائدا في الخير ومقدما في الحسنات وعقيدا على الخيرات وعميدا لاهل الخير ولواء لاهل العلم ها وانت ماشي كده اما تبقى تظلم الناس بالرتبه لا سبحان الله. فيقول لك يكبره يعني يدخل الكآبة عليه. نفس القضيه في الايه في النجوم، النجوم اصلا مضيئه لما تنكدر يعني معناها ايه خلاص نورها ايه نورها يضمحل فيسمى يوم الايه الانكدار. يا ستار يا رب الله هو مفيش نجوم؟ لا مفيش. الله امال الدنيا تدور ازاي؟ طب الشمس ثابت المدار والكواكب تناثرت من السماء لان السماء ايه تقطعت والكواكب ثابت والمدارات خلاص اتلخبطت في بعضها ولا جاذبيه الرؤى خلاص كل ده ايه تاه وضاع. طب وبعدين؟ قال لا وأشرقت الأرض بنور ربها لنور شمس. أصل أنت ممكن تقول إيه الله دي الشمس طلعت الشمس منورة مش تقول لا ده ربنا لسه مخلينا الشمس لغاية الساعة كذا أنت بتقول الشمس إيه فأنت بتحيل الضوء إلى الإيه إلى الشمس وبالليل وأنت في الحقل وفي الصحراء بتحيل الضوء إلى الإيه إلى القمر. قال لا يا ربنا يوم القيامة حاش الأسباب والمسببات حاش الإيه الوسائط دي لا واشرقت الارض بنور ربها عشان تقول ان منور الكون مين؟ رب الكون. ترجع الحقائق لامورها بقى ترجع الحقائق الى حقائقها او الامور الى حقائقها. يبقى يوم الايه؟ الانكدار. يوم التسيير واذا الجبال ياه سيرها سيرها ياه الجبال تسير تسير تروح فين؟ قال بقى الى ما شاء الله. الجبال دي ليه في الدنيا؟ الجبال دي عباره عن اوتاد للكره الارضيه ان احنا الكره الارضيه اللي احنا عايشين عليها دلوقتي بتدور حول نفسها وحول الشمس والقمر وحول الشمس بتدور حوالين روحها ها عشان تطلع الايه الفصول الاربعه وتدور حوالين الشمس عشان تطلع الايه يطلع الشمس الليل والايه الليل والنهار اول عاد انتوا اخواننا في الجغرافيا فاهمين يعني. فسبحان الله يبقى تظهر الفصول أربعة في خريف في شتاء في صيف في ربيع وخدرك أربع فصول وبعدين عندنا ليل وعندنا نهار بس إيه
القضية إذا غربت الشمس في القاهرة هي لم تغرب بعد في الإسكندرية، وإذا غربت في الإسكندرية فلم تغرب في السلوم، وإذا غربت في السلوم فلم تغرب في طبرق، وإذا غربت في طبرق فلم تغرب في طرابلس، وإذا غربت في طرابلس فلم تغرب في وهران، وإذا غربت في وهران فلم تغرب في الرباط، وإذا غربت في الرباط فلم تغرب في أمريكا. سبحان الله، يعني عشان يبقى فيه مسلم في كل لحظة يوحد الله رب العالمين، إذا ما فيش وقت يتكي فيه الصلاة. يعني أنت المغرب عندك، المغرب عندك الساعة 8 إلى 5، إسكندرية مثلا يعني الساعة 8، السلوم 8 و 5، يبقى في كل وقت واحد يصلي المغرب، واحد يصلي المغرب، واحد يصلي المغرب، وهكذا، عقبال ما يطلع الصبح نستلم يوم جديد، وهكذا لكي لا يختفي توحيد الله في الكون. ذكر ربنا رب المشارق والمغارب، كذا مشرق وكذا مغرب، في كل وقت وفي كل حين، في تسبيح وتوحيد كده سبحان الله. ولذلك حتى الطائفين حول الكعبة ساعة ما بيقفوا عشان يصلوا تبص تلاقي ربنا بعت شوية ملائكة يطوفوا عشان ما ينقطعش الطواف، لا الملائكة ولا البشر يطوف الحمام. قال كده ولا كده؟ قال يرسل الله من يطوف. اشتكت الكعبة قلة زوارها زمنا من الأزمنة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا كعبتي وعزتي وجلالي لأخلقن أقواما يحنون إليك كما يحن الطائر إلى وكره. يحن كده ويروح سبحان الله عشان ايه؟ عشان يطوف. يبقى يوم الايه؟ التسيير، يوم التعطيل. وإذا العشار ايه؟ عطلت. العشار تقال على ايه؟ على البهائم ولا على السفات البني آدميات؟ مولود جميل يسمى عشار، فالعشار تعطل، العشار عطلت. سبحان الله، حتى ان سبحان الله العظيم شوف في اول سورة الحج يا ايها الناس، او اول اول الكلام على طول كده، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. أول آية ليه يا رب؟ اليوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. قال ليه طب ما قالش ليه قال مرضعة؟ ليه ما قالش أم؟ ما الأم بالتالي إيه؟ مرضعة. قالوا أكبر أكبر كم للحنان وللعطف عند الأم ساعة الرضاعة، حتى ان الولد لو مات ولا اخدوه المستشفى بعيد عن امه يجي وقت الرضاعه صدر الام يقول لك ايه؟ الصدر بيحن، الثدي بتاع الام ايه؟ بيحن، فكان في حاجه روحيه تربط ما بين هذا اللبن وبين هذا الثدي وبين الاب، فبيحن في اللحظه بتاعه الرضاعه، فالثدي ينزل اللبن لوحده. فدي اكبر اللحظات فيها الحنان والعطف. اول ما القيامه تقوم لو الام في الولد ملتقي بثديها تروح رامي الولد وتصح تجري. يبقى الامر صعب ولا مش صعب؟ يوم ترونها تذهل كل مرضعه عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها. اكبر حامل في التاريخ اللي هي الايه؟ الارض، تطلع كل اللي جواها. شوف حمله ادبه، شوف حمله كنوز، ها؟ شوف احنا بيستعمرونا ليه امريكا؟ ها؟ واوروبا بيستعمرونا ليه؟ عشان الارض بتاعتنا حامله، ها؟ للخيرات، ها؟ حاملة للخيرات، فيها خير كبير كتير سبحان الله. قال بفضل الله عز وجل، بس لو يتقوا الله أهل الخليج وأهل الحجاز. المخزون زي ما قلت لحضرتك قبل كده، وده تقارير الجماعة الأوروبيين والأمريكان، مخزون السعودية أو الحجاز والخليج والعراق وإيران، يعني الجزء الإسلامي ده كله من البترول يكفي قدام 122 سنة ل 150 سنة. مخزون أمريكا وروسيا ما يقضيهاش إلا 13 سنة اللي جايين بس، يعني مش هيكملوا سنة 2000 يكونوا إيه؟ يكون سبحان الله المخزون بتاعهم خلص. يبقى بالله عليك استعمرونا ولا ما استعمروناش؟ بس برضه إحنا بإذن الله هننتصر عليهم إن شاء الله. بس أنت إيه؟ تمسك بعقيدتك. هتوحدوه.
يوم الحشر. فإذا الوحوش حشرت. احنا قلنا من قبل لما تحشر الوحوش رغم انها لم تحاسب؟ يعني الوحوش محشورة ليه؟ معناها مش هيتحاسب. لا، واحتمال واحد ظلم وحشا من الوحوش، مش دخلت النار امرأة في هرة. اما اللي بيحدث بني ادم بيروح فين؟ ظلما يعني. الست حبست القطة، ها؟ دخلت النار. واللي بيحدث المسلم يروح فين بالله عليك؟ دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي اطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض. يبقى تقول لي ايه للناس؟ سبحان الله، ها؟ لا اله الا الله. يبقى الله عز وجل سوف يحشر الوحوش، لان احتمال انت عندك سبحان الله ظلمت وحشا، ظلمت حيوان. واحد ضرب ال- 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 الحيوان اللي عنده ضربا مبرحا، هو لا يبكي. كان ساعة ايام سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم كانت الحيوانات تشكو للرسول من ظلم اصحابها، وكان ينهارهم، احسن الى بعيرك، احسن الى حمارك، احسن الى فرسك كده. طب احنا دلوقتي مين هيشتكي؟ سبحان الله. ولذلك للاسف الشديد في اوروبا جمعيات للرفق بالحيوان، وجدت لو في بلدنا جمعيات للرفق بالانسان المسلم. يوم التسجير، واذا البحار سجرت. سجرت يعني ايه؟ اشتعلت. اشتعلت يعني ايه؟ يقول لك يا استاذ قول كلام غير ده، البحر يولع. اقول لك انا حاجه، انت لو بتاع كيمياء تفهم، اذا حطيت هيدروجين مع اكسجين بنسبه 2:1 يحصل انفجار. المايه اللي بنشربها والمايه اللي في النهر وفي البحر بنفس التركيب، يعني نسبه 2:1. انت لو حضرتها في المعمل تجيب الاكسجين لوحده والهيدروجين لوحده بنسبه 2:1، حطهم على بعض يحصل انفجار. استغرب خلاص، ما ده نفس تكوين المايه. سبحان الذي اعطى الماء هذه الخاصيه وسلبها هذه الخاصيه ليستفيد منها ابن ادم في الدنيا. فاذا اراد الله ان تقوم القيامه عاد الماء الى خاصيته، فيبقى نسبه الهيدروجين الاكسجين بنسبه 1:2 يحصل اشتعال في البحر تولع. يعني البحر الابيض، البحر الاحمر، المحيط الاطلنطي، المحيط الهادي، البحر الكاريبي، مش عارف القطب الشمالي، القطب الجنوبي، البحر الاسود، البحر الميت، بحيرة الطبرية، البحيرات، بحيرات المرة، بحيرة التمساح، مش عارف كل ده ايه؟ سبحان الله، الخليج العربي، كل ده يشتعل نارا والعياذ بالله رب العالمين. يا ستار يا رب، المسألة تبقى منظرها ايه؟ مخيف. الجبال ماشية، السماء تقطعت، الشمس اقتربت من الرؤوس، النجوم انطمت صورها، سبحان الله العشارة عطرت، الوحوش حشرت، ها؟ ولعل في حلقات دار الآخرة اللي حابس عصافير يراح يفكها. يا استاذ ده الواحد ب 30 جنيه وبرد. يا سيدي 30 جنيه ولا تدخل جهنم؟ هاي مثل عصفورة زي القطة ولا تختلف؟ ادي حيوان، ادي ده مخلوق وده مخلوق. الست عبثت القطة ده تعبث العصفور ليه؟ يقول لك يا اخ عصفور لو طلعته من القفص يموت. طب قبل القفص كان فين ابو قفص؟ ها؟ قبل انت ساتك ما تحطه في القفص كان فين؟ كان طليق ولا برضه ربنا نزول السماء في قفص؟ كان طريق، صح ولا لا؟ وبالتالي احواض السمك. الله، الشيخ طلع كل شويه يطلع لنا بحاجات حرام جديده. لا، هي بتسالك ان انا عايز ايه؟ يعني خاف على ايه؟ على اخرتك. انت ازاي بتخاف عليا؟ انا خاف عليك لما تيجي تتعلق في رقبتك. طب ما قلت ليش ليه؟ مش عارف عليك ليه؟ واذا الوحوش حشرت عشان ربنا يسالها عننا؟ طب قلت قلت يعني اللي عنده عصافير بقى راح يفكها؟ لقينا ناكل العيال لما ناكل العصافير. ها؟ بس الحمد لله يعني بشركم، عملوا مسابقة في مصر للكلاب. الأسبوع ده أنا بهزر، عملوا مسابقة للكلب الجميل. أكيد أبوه مش كلب. فجاء الهوانم اللي هم عندهم كلاب بالبلونكات والحاجات طبعا، وظهرت الكلاب على الساحة واختاروا أجمل كلب. الحمد لله اللي احنا عشنا الى ان صرنا في زمن الكلاب. يوم التزويج، اسم من اسماء يوم القيامه.
اذا نفوسه ايه؟ زوجت. زوجت يعني ايه؟ ان راجل اتجوز الست؟ لا. فاثناء يوم القيامة من الاهمية المكان ونحن نتحدث في حلقات الدار الاخرة لكي تكمل الفائدة ولكي نخرج من هذه الدروس بما يعود علينا بالخير في الدنيا والآخرة. فاللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه يا رب العالمين. إذا الوحوش سوف تحشر معنا يوم القيامة منكسة رؤوسها خوفا من العلي القدير، رغم أنها ليست ذوات جناية أو ذوات تكليف معين قد قصرت فيه، ولكن الله سوف يغضب يوم القيامة غضبا لم يغضب مثله من قبل ولم يغضب مثله بعد. فاللهم ارض عنا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. ثم يوم القيامة أيضا يسمى بيوم السؤال، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. تعالى بقى للموؤودة نتكلم أيضا عن مسألة الإجهاض. طبعا كثير من الناس يظن ان طالما قبل اربع شهور من حمل المرأة، يعني يجوز في الاربع شهور الاولى من حمل المرأة، هكذا يقولون، يعني يجوز ان تنزل المرأة ما في بطنها، وهذا افتراء على الله عز وجل. الجنين صارت تدب فيه الحياة منذ اليوم الأول، يعني اجتماع الحيوان المنوي مع البويضة صار هناك ما يسمى بالزيجوت. الزيجوت ده أو الزيجوت ده سبحان الله عبارة عن البنية الأساسية والخلية الأولى لتكون الجنين، لأن الولد بعد 9 شهور أو البنت بعد 9 شهور جاي منين؟ جاي من اللحظة الأولى بتاع اجتماع البويضة بتاعت المرأة مع الحيوان المنوي بتاع الرجل. يبقى اذا من اجهضت ما في بطنها لا لسبب قوي، يعني سبب قوي يعني طبيب مسلم مؤمن نحسبه على خير فاهم حاذق شاطر، يعني قال ان الست دي لو الحمل اكتمل حاجة من الاثنين، يا اما هي هتموت يا اما الجنين هيجي مشوه. ولي ايضا تحفظ اخر على مسألة التشوه، عرفوا دلوقتي بالعلم الحديث ان الولد اللي جاي ده هيبقى مشوه او لا نتيجة التلوث والبلايا اللي احنا عايشين فيها وتدخين الامهات او جلوس الامهات الحوامل في مكاتب فيها مدخنين، ده كل ده بيصيب الاولاد بالتشوهات المعينة في بطون امهاته. لو انا نفرض جدلا اخذت ابن او رزق انسان منا بابن مشلول كفيف لا يتكلم لا يسمع، يعني حواسه معطلة، وعنده مثلا 5-6 سنين، وداله طبيب يقول له والله ده عينيه دي ما نقدرش نرجعها، والسمع ده ما نقدرش نرجعه، والشلل ده ما نقدرش نعمل فيه حاجه. طب يا دكتور بقى بصراحه انا عايزك تقتله، تقدر تقولها؟ طب اشمعنى بقى بتقولها للي في بطن امه؟ ما ده هو ده، تاخد بالك انت معايا، اتوحد الله لا اله الا الله. يعني مساله ان كمان لما تقول لي كطبيب ان ده الولد هيجي مشوه، هذا قدر الله عز وجل، بس ربنا هيبتليك بولد كفيف، هيبتليك بولد عنده شلل، هيبتليك بولد تفكيره على قد، هيبتليك بولد سبحان الله ما بيتكلمش، هذا اختبار من الله لك ولا اعتراض على قضاء الله. اما انك تتجرأ وتقول لي اصل الطبيب قال كده فاحنا ننزله، انا اقول لك لا، روح استفتي عالم ثاني. انا اقول لك لا. ليه؟ لان ده رأيي ورأي الاخوة العلماء الزملاء في رابطة العالم الاسلامي، ونحن مجمعون على هذا الرأي بفضل الله عز وجل ونفتي به. في اي مكان في العالم بروح والله يا اخوانا لا، مش حاجة اسمها اجهاض الا
اذا كان هناك هلاك محقق على الام. هلاك محقق على الام. سبحان الله. الام هتموت هتروح ده معلش. اما غير ذلك فاللي اجهضت بقى تعمل ايه وتابت الى الله. بس لو كانوا عن اللي فات ما كانش يعرف. او انت خليت مراتك تنزل اللي ببطنها. الناس بتستعبط. بس عندي 4 عيال. وعندنا اختين وصالح. هو دي فين الخامس يا سيدي؟ ربنا ربنا قال وانا لموسعون. ربنا هيوسع. هيوسع عليك. يقولك ازاي? يا اخي ربنا اللي قاطع مش انا. ازاي انا عرفات? يعلمها من يعلم السر واخفى. كيف? رب العباد اذا وهب لا تسألن عن السبب. فالاسباب اللي هي ده انا موظف مرتبي 80 جنيه وعندي 3 ولو جبت رابع يبقى مش عارف. يا ابني سبحان الله هو انت اللي هتورث ابنك? هذا كفر وشرك بالله عز وجل. ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق نحن نرزقهم واياكم ان قتلهم كان خطأ كبيرا. طب يحصل ايه? قال ما هو بقى في دية. طب الدية دي قد ايه? دي قتل مسلم. قتل نفس. لو كان اللي اتقتل ده ولد يبقى الاب والام عليهم 100,000 جنيه. حلتك انت والشارع بتاعك كله 100,000 جنيه. لو كانت بنت 50,000 لان دية المسلم 100 ناقة. الجمل بكام? بقى. معرفش بروح من باب وسط. ها? 100,000. طب ما عندوش. يصوم الاب وتصوم الام 2 متتابعين. هذا هو الحل. انا عارف ناس هيطلعوا من هنا. بس انا هنا الشيخ الفلاني. انا مش حاجة مفيش حاجة. ماليش دعوة. انا بقول لك اهو. وانا بلبسك العمة زي انت بتلبس العمة كثيرا يعني وباكلها برضو. انا برضو بلبسك الطاقية وانت خدت الامانة وانت حر. ان كنت اجهضت يا بطل قبل كده يصوم 60 يوم متتابعة يطلع بقى الكفارة لان انت قتلت. واذا الموءودة سئلت باي ذنب قتلت هيجيبوك الملائكة بقى وربنا يقول لك انت قتلت ابنك ليه? وقال لها اهل العلم لو المرأة اسقطت ما في بطنها عادي بقى حصل ايه? اجهاض طبيعي. مش يعني بتنط في الاتوبيسات وتجري عشان تنزل لبطنها. لا هي طبيعي وقعت وقعه راح نازل لبطنها. قال ان استهل. استهل يعني ايه? قال يعني عمل صوت. ان نزل من البطن عمل ايه? صوت ومات. يحصل ايه? قال لازم اسميه اسم. طب وما سميتوش اسم? قال يتعلق بي يوم القيامة وما يدخلنيش الجنة. شوف الحقوق قد ايه وانا مش واخد بالي. شوف الحقوق في الاسلام كثيرة ازاي. شوف كم ناس هتطلع لنا يوم القيامة تعلق في رقبتنا ده وده وده ونسأل الله السلام. يعني الحسنة اللي هتخلص من الشيطان ومن الرياء ومن العجب ومن ان الناس يشوفوك يجي الخصماء ياخدوها. واحد من الورثة واحد من اللي ظلمتهم واحد من اللي رتبتهم يروح لاهي في الحسنة. قضي عنه. سبحان الله. نتوحد الله. لا اله الا الله. واذا الموءودة سئلت. يسمى ايضا بيوم النشر او يوم النشور. واذا الصحف ايه? نشر. ننشر المستخبي فيها. احنا هنيجي للحساب ان شاء الله دلوقتي باذن الله يعني في الحلقات القادمة. هو القضية في الحساب ايه? انا هاخد الدفتر اللي فيه كل الاعمال ولا هاخد بس الشهادة اللي فيها الدرجات النهائية? يا بطل ده انت هتطلع على ده وتاخد ده. يعني ازاي? يعني انت لما بتمتحن العيال في المدرسة او في الكلية الولد بيجاوب في اوراق الاجابة. كل مادة فيها ايه? في كراسة. 10 مواد بكام كراسة? ب10 كراسات. دي تصححهم. وعلى الجلدة بتاع الكراس بنيجي كاساتذة بنكتب الايه? الدرجة النهائية بتاع الايه? المجموع بتاع المادة دي. بيجي المصححين او الكنترول يشيل الدرجات دي ويرصدها في كشف. والكشف ده يترصد ويتحط في الايه? في الشهادة اللي بتتوزع. صح ولا لا? الشهادة تعرف بيها انك ناجح.
اول عياذ بالله صار فيه المواد دي فيها امتياز جيد جدا، دي 90 دي 80 دي 50 دي على كحكة دي على كحكتين، سبحان الله. انت وايه انت وما قدمت. يبقى انت يوم القيامة لما اذا الصحف نشرت اللي هينشر ها حاجتين، الشيء الاول الكتاب اللي فيه مجمل الحسنات ومجمل السيئات، صفحتين، صفحة فيها الحسنات وصفحة فيها الايه السيئات. تبص مثلا يعني تضرب الف حسنة مثلا يعني مثلا الصفحة الثانية 500 سيئة، يبقى ده ايه غلبت حسنات وايه سيئات. يتحط لك الشهادة دي تتحط لك في الميزان، الميزان هنا يثقل، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة الراضية. الثاني 1000 سيئة و200 حسنة، يبقى الميزان ايه؟ والعياذ بالله خسر. ومن خفت موازينه والعياذ بالله ايه؟ فأمه هاوية، سبحان الله. يبقى أنت معاك حاجتين يوم القيامة، الشهادة اللي فيها المجموع الكلي، وبعدين ربنا هيناديك على رؤوس الأشهاد عشان إذا الصحف نشرت هينشر لك الأعمال بتاعتك كلها. فتشوف كل عمل عمل الكلام والحركة والابتسامة والاكتئاب والفعل والمال والتربية والأخلاق والسلوك وإلى آخره. سبحان الله يخرج لكل مسلم من تحت العرش 99 سجلا كل سجل مد البصر. يعني أنت شوف عليك تجيب من هنا لغاية فين؟ ميدان الجيزة. يطلع لك 99 سجل كل سجل قد من هنا لميدان الجيزة. وتطلع عليه كله بالتفصيل. فلا تظلم نفس شيئا. لا ظلم اليوم. ربنا مش هيظلمك. هيديك حقك كامل غير منقوص. اللهم ثقل موازيننا يا رب العالمين. يوم التسعير. واذا الجحيم سعرت والعياذ بالله. يا رب يا ستار يا رب. سعرت يعني ايه؟ اشتعلت فيها النيران. يا رسول الله. ده الصحابة بيسألوا. شرر جهنم كيف حاله؟ شكله ايه؟ قال اوما قرأتم قول الله عز وجل انها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. قال يعني ايه يا رسول الله؟ يعني زي القصور كده الشرارة. قال كالمدائن والحصون. القلعة بتاعت محمد علي دي قد ايه؟ الشرارة قد القلعة. امال النار نفسها شكلها ايه؟ الله. مش هو الحبيب قال لو اهل جهنم او اهل النار رأوا نيرانا من نيرانكم بتاع الدنيا لاستراحوا فيها وناموا؟ لشكل جهنم ايه وشكل النار ايه؟ يا ادم هنيجي للحساب ويشوف. نعم يا رب يوم القيامة. قم فابعث بعث النار. يلا هات البعث بتاع جهنم. يا رب. فيقوم ادم فيبعثوا من كل 1999. كل 1000 ابونا ادم يطلع منهم كام؟ 999 يودوهم فين؟ على النار. الصحابة ارتجفوا. كافوا من زي حالاتكم كده قاعدين مؤمنين المطمئنين الصحابة. عمر وعثمان وعلي والفراوزة الكبار دول. كافوا. وانا قاعدين مش خايفين. قالوا يا رسول الله 999 من 1000. يعني واحد بس في 1000. قال لا تخافوا لا تخافوا انتم اخر الامم واولها دخولا الى الجنة ما انتم في النار الا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الاسود او الشعرة السوداء في جلد الثور الابيض. بيخافوا علينا تاني الحبيب بيطمنا. بس ايه بس الصراحة حاجة ما تطمنش ولا ايه؟ ما تصلوا عليه إذا الجحيم سعرت. ربنا يقول إيه؟ وجيء بجهنم، وجيء يومئذ بجهنم. جيء بها، جيء ده فعل مبني للماضي مبني للإيه؟ ها؟ للمجهول. من الذي يجيء بها؟ الملائكة. ربنا يقول إيه؟ ائتوني بجهنم. يا ستار يا رب. هل يأتي يجرها ملائكة لها 70,000 زمام. كل زمام له 70,000 ملك. ها؟
احنا مش نستبق الاحداث، لكن ايه؟ اذا الجحيم سعرت جت ولها زفرات ثلاث تزفر على اهل المحشر، تهجم عليهم ثلاث انواع من الهجوم المتتابع. عارف الحية او القطة لما بتحب تكش بجلدها وتبتدي للهجوم، او الكلب او الاسد الذي يستعد للوثوب، ها؟ المنظر ده هو منظر جهنم ويتستعد للوثوب على اهل المحشر. فاول زفرة ليهرب اهل المحشر من امامها سراعا، فينكفئون بعضهم على بعض وعلى وجوههم، كل على بعض. شوف تخيل انت لما النار بتولع، شوفت انت والعياذ بالله، ربنا يقينا واياكم ويحفظنا واياكم. سبحان الله، النار بتاع عماره المعاد الاخوه بيحكوا لنا ليه الناس بينط من بر 14 من فوق، يعني عارف انه ميت ميت، بس القفز عنده اسهل من ان تلحقه النار. يبقى النار صعبه ولا سهله؟ فاذا زفرت الزفره الاولى هرب اهل المحشر كلهم فعادت. ثم زفرت الزفره الثانيه، فما من نبي مرسل ولا ملك مقرب الا اخذ بقوائم العرش. يعني سيدنا موسى، سيدنا ابراهيم، سيدنا اسماعيل، كله ايه؟ سبحان الله. ترى كل امه جاثيه، كله عارف يقول لك ده انا ركبي ثابت، صح ولا لا؟ تقول لما جال الخبر ركبي ثابت، سبحان الله العظيم. هنا بقى ترى كل امه جاثيه، لان الركب هتسيل فيجثو على ركبتيه، يروح واقع من طوله، لان النار جاي عليه، يعني جاي عليه حاجه حلوه، جاي عليه جهنم، فراح واقع على الارض. فكل ينبطح ارضا ويرفع بعض الناس رؤوسهم، ويقال ان دول الشهداء والعلماء المخلصين هيرفعوا رؤوسهم فيطمئنون الناس انها قد عادت، يعني يرفعوا شويه منهم اللي مطمئنين شويه، اللي ربنا مطمئنهم بالعمل، اللي يرفعوا رؤوسهم كده اطمئنوا اطمئنوا، رجع قوم قوم، يروح قايمين. كل ده في الايه؟ في ارض المحشر. احنا لسه جايين للتفاصيل دي، بس انا ايه؟ اذا الايه؟ اذا الجحيم سعرت. تيجي الزفره الثالثه بقى، تزفر زفره اكبر من سابقتيها. كل اللي يهرب واللي يقع على وشه يقول له سبحان الله، حتى يقوم لها الحبيب المصطفى. يا نار الجبار عودي، ارجعي بقى. قالت اليك عني يا محمد، فما وكلت بك ولا باصحابك. قال الله يا ناري اسمعي لمحمد واطيعي. فتعود فتنصف في هذه اللحظه الموازين اللي احنا حلقه الميزان اللي عندنا ان شاء الله. اذا الجحيم سعرت، تقول النار التي وقودها الناس والحجاره، ربنا قال ايه؟ قال عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. اللهم الفظ بنا يا رب العالمين، ابعدنا عن جهنم، وابعدنا عن نار جهنم، وابعدنا عنها عملا في الدنيا وجزاء في الاخرة. اللهم ادخلنا الجنة بدون سابقة عذاب. اللهم زحزحنا عن النار وما قرب اليها من قول او عمل، وقربنا من الجنة وما قرب اليها من قول او عمل، واجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم ان نلقاك يا رب العالمين. امين يا رب العالمين. الحكيم الترمذي رضوان الله عليه صاحب السنن بيجمع هذه الاسماء كلها في مقولة شهيرة يقول فيها: مثل لنفسك ايها المغرور. انت مغرور بالدنيا، واللي مغرور بالمال، واللي مغرور بالوزاره، واللي مغرور بالسلطه، واللي مغرور بالعز، ومغرور بالحسب والنسب، مغرور بالكلام ده كله. مثل لنفسك ايها المغرور يوم القيامه والسماء تمور، اذ كورت شمس النهار وادنيت حتى على راس العباد تسير، واذا النجوم تساقطت وتنافرت وتبدلت بعد الضياء كدور، وإذا العشار تعطلت وتخربت خلت الديار فما بها معمور، وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير، وإذا الوحوش لدى القيامة حشرت
وتقول للأملاك أين نسير، وإذا تقات المسلمين تزوجت من حور عين زانهن شعور، وإذا الجليل طوى السما بيمينه طي السجل كتابه المنشور، وإذا الصحائف عند ذاك تساقطت تبدي لنا يوم القصاص أمور، وإذا الصحائف نشرت فتطايرت وتهتكت للمؤمنين ستور، وإذا السماء تقشطت عن أهلها ورأيت أفلاك السماء تدور، وإذا الجحيم تسعرت نيرانها فلها على أهل الذنوب زفير، وإذا الجنان تزخرفت وتطيبت لفتن على طول البلاد صبور، وإذا الجنين بأمه متعلق يخشى القصاص وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف جناية كيف المصير على الذنوب دهور، كيف المصر على الذنوب دهور. سبحان الله، يعني كيف المصر، رضي الله عن الإمام الترمذي رضي الله عنه. من أسماء يوم القيامة القارعة. ليه القارعة؟ لأنها بتقرع أسماع الناس. إذا يقول لك سمعنا قرع الطبول، قرع الطبلة يعني إيه؟ دق عليها بإيه؟ بشدة، القارعة. تمام؟ فما بالزلزلة، إذا زلزلت الأرض زلزلة، أما الزلزلة اللي في الدنيا دي إيه؟ زلزالها الحقيقي اللي هو إيه؟ يوم القيامة. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، ما لها تعمل كده ليه؟ يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وذلك الصحابي اللي اتعلم سورة الزلزلة من أبي ذر قال له كفاية كده، حلوة أوي الإسلام كده، خلاص اقرأ كده الزلزلة بتمعن تلاقي فيها الإسلام كله. سبحان الله. يوم البعث، يوم النشور، يوم الخروج، يوم الحشر، يوم العرض. يؤتى بالعرض يوم القيامة يقال له ألم أجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا؟ نعم يا رب. وتركتك ترأس وترتع؟ نعم يا رب. فكنت تظن أنك ملاقي يومك هذا؟ فيقول لا، يقول اليوم أنساك كما نسيتني. يا فطار يا رب، يا فطار يا رب. طب يا سيدي، يوم الفرق الخوف، يوم الجمع لا ريب فيه، يوم الفزع والعياذ بالله رب العالمين، يوم التغابن، يوم الدعاء او النداء، انواع. مين بينادي على مين؟ ده النداء كتير، الراجل ينادي على امه والاب ينادي على ابنه، كل واحد ما يعرفوش، ونادي اهل الجنة على اهل النار، واهل النار على اهل الجنة، واهل الاعراف على اهل الجنة وعلى اهل النار، والملائكة تنادي، وأصحاب المظالم تنادي، سبحان الله، كل ينادي. فنسأل الله ألا يخزينا يوم النداء. يوم الواقعة، يوم الخافضة الرافعة، يرفع مين ويخفض مين؟ يرفع أصحاب محمد، ويرفع الذين يشفع فيهم رسول الله، ويرفع السالكين في طريق الله، ويرفع المتقين، ويرفع الفقير الصابر، ويرفع الغني الشاكر. أما اللي يخفض مين؟ يخفض المغرور، يخفض المتكبر، يخفض المغتاب، يخفض النمام، يخفض الفاسق، يخفض الذين يدخلون الحزن على بيوت المسلمين. يوم الحساب، يوم السؤال، يوم الشهادة، شهادة ايه؟ شهادة الناس علينا، وشهادة الجوارح، وشهادة الله رب العالمين، وشهادة رسولنا علينا صلى الله عليه وسلم. يوم التبديل، يوم التلاق، كلنا ايه؟ هنلاقي بعض، هنلاقي بعض ونقابل بعض ونتحافل. يوم الآزفة، يوم المآب، يوم المصير، يوم القضاء، يوم الوزن، يوم العقيم، يوم الجدال، يوم الطامة، يوم الطاقة، يوم الوعيد، يوم الدين، يوم الندامة، يوم عبوس قمطرير، يوم تبلى فيه تبلى السرائر، يوم التقلب، يوم الفتنة، يوم الغاشية، يوم لا بيع فيه ولا خلال، يوم الشفاعة، يوم العرق، يوم الفرار. هذه الأسماء في كتاب سبيل الفلاح لابن نجاح القدسي، والقدسي في عيون الأخبار، والإمام الغزالي، والإمام القاضي أبي بكر العربي رضي الله عنهم جميعا. أسماء يوم القيامة أخذت الحلقة كلها، وإن شاء الله إن كنا من أهل الدنيا بإذن الله الحلقة القادمة إن شاء الله عن بداية الحساب، واللهم خفف عنا الحساب وثقل موازيننا واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.